طبعا في المحاضرات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الجروح والاصابات، صح كده؟ كله حضر المره اللي فاتت ولا في ناس اول مره بتحضر؟ محدش حضر؟ تمام. تمام. احنا لو فاكرين احنا قلنا هنكمل الجروح والاصابات الناريه، صح كده؟ بس احنا عشان ندخل في الجروح والاصابات الناريه في حاجات لازم ناخدها الاول، اللي هي الاسلحه الناريه، صح كده؟ هنبدأ مع بعض دلوقتي في الأسلحة والذخيرة، وهنتعرف على أنواع الأسلحة والمقذوفات الخاصة بكل سلاح. حد عنده خلفية مبدئياً عن أنواع الأسلحة إيه هي؟ هو أنا ما أعتقد إن أغلبنا عارفها المفروض. يا ريت زي ما اتعودنا اللي عارف أي إجابة يتفضل يرفع إيده وإحنا هنتناقش فيها بالراحة. مش هعرضها دلوقتي. ما حدش يبص على السلايد. انواع الاسلحه احنا عندنا نوعين اساسيين، صح كده؟ اتفضل يا استاذ. السلاح الابيض والسلاح الناري. الابيض ده في الجروح والجروح القطعيه، انا بتكلم عن الاسلحه الناريه فيها نوعين. اتفضل. الله ينور على حضرتك، احسنت، برافو عليك. السلاح مشاشخن والسلاح غير مشاشخن. يعني ايه سلاح ناري اصلا؟ السلاح الناري ده فيه شرط ان هو من عبارة عن سلاح بيخرج منه مقذوف من الرصاص، مقذوف ناري، تمام؟ المقذوف ده بيختلف شكله حسب نوع السلاح. طيب زي ما قلنا انواع الاسلحة ايه؟ عندنا اسلحة مشاشخنة واسلحة غير مشاشخنة او مصقولة. مصقولة يعني ناعمة، يعني ملساة. طب يعني ايه مشاشخنة؟ اتفضل، اللي عارف يرفع ايه؟ اتفضل. هي الماسوره فيها خطوط؟ فيها خطوط كده هندسيه يعني عشان تخلي المجرى الطلق يعني يطلع منها. حلو، يعني حضرتك اتكلمتي في الشاشخنه وكمان فايدتها، تمام اوكي. هو عباره عن ميازيب او بروزات داخل الماسوره بتدور حلزونيا من اول الماسوره حتى فم الماسوره. فوهه الماسوره ده اللي هو فم الماسوره، لكن بدايه الماسوره خالص اللي هي عند التتك وعند الطارق والحاجات دي كلها، تمام؟ يبقى احنا قلنا اول انواع الاسلحه، اول نوع خالص اللي هي الاسلحه المشاشخنه، ودي اللي بيكون فيها ميازيب او بروزات حلزونيه بتساعد على الاطلاق وبتدي دفعه قويه للمقذوف اللي داخل الاسلحه المشاشخنه. اما الغير مشاشخنه معروف من اسمها ان هي ماسوره ملساء خالص، ودي دايما بنلاقيها في البندقيات بتاعه الصيد، وبيكون المقذوف بتاعها او الاطلاق بتاعها بيكون عباره عن رش، تمام؟ اسمها خرطوشه، مش اسمها رصاصه او طلقه، اسمها خرطوشه، تمام؟ زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامنا ده شكل توضيحي بسيط جدا للماسوره من الداخل. دي فيها خطوط حلزونيه، لو انتم واخدين بالكم انها بادئه من اول الماسوره خالص من جوه الماسوره ومنتهيه عند فم الماسوره او فوهه الماسوره. طيب بعرف اتجاهها ازاي؟ بعرف اتجاهها بشكلين، يا اما بنقيمه بحركه عقرب الساعه، لو هو بيمشي اتجاه اليمين يبقى هو كده مع حركه عقرب الساعه، طب لو بيمشي اتجاه اليسار يبقى هو كده العكس. ده شكل زي ما نقول كده كروكي، هو ده بالشكل من الفوهه من الداخل حقيقيا، ولكن ده شكل كروكي عشان نبسط المعلومه، تمام؟ حاجه اقول للبنات زمان، انا دايما بحط امثله تعتبر واقعيه شويه، فاكرين المفرمه بتاعت البسكويت بتاع زمان اليدوي، تمام؟ فيها خطوط بالطول، هي تعتبر زيها ولكن واخده شكل حلزوني شويه، واخده اتجاهات مش مستقيم، مش ستريت، بتاخد شكل حلزوني شويه، تمام؟ دي بتساعدنا في ايه؟ الخطوط الحلزونيه دي او الشاشخنه دي بتساعد في حاجات كتير جدا ولها فوائد كتير جدا هنعرفها واحده واحده اثناء المحاضره. هنلاقي ان الاسلحه المشاشخنه لها انواع، اول حاجه عندنا المسدس، ايه تاني؟ اللي عارف يرفع ايده. اتفضل. البندقيه، تمام، هي البندقيه في حاجتين، تمام. في حاجه تانية غير النص آلي؟ محلية الصنع، تمام. طيب هو فعلا هي الاسلحه فيه مشاشخنه وغير مشاشخنه ومحليه الصنع، ده نوع تصنيف ثالث خالص، تمام. البنادق في منها مشاشخن وغير مشاشخن، يعني احنا بندقيه الصيد هي بندقيه ولكن هي من الاسلحه المصقوله او الغير مشاشخنه، تمام. بالنسبه للنوع الثالث هو في كمان حاجه ثانيه غير المسدسات والبنادق،
حاجة قديمة شوية بس لسه متداولة. الناس اللي بتسمع أفلام أكشن كتير. ها. البنادق دي عبارة عن حاجة اسمها، هو بيقال إن هو مسدس أسطواني، ليه أسطوانة داخلية، تمام، أو مسدس ساقية، صح كده؟ متخيلين شكلها، تعرفتها حضرتك صح؟ هي قديمة شوية ولكن لسه ما زالت متداولة. طيب يبقى احنا عندنا ثلاث انواع اللي هي المسدسات. حد عايز ارجع الاستاذ عشان يصورها؟ ايه مش من عندي انا للاسف البروجيكتور. هو حد لما حد يجي من الامن ممكن نقول تمام. هو العموم في حد ممكن ياخد ال داتا شو على اي فلاشه وينزلها على الصفحه، عشان انا وعدت المره اللي فاتت ان انا هنزل على الجروب وللاسف والله ما نزلت، فذنبكم في رقبتي يعني. فلو اي حد يقدر ياخد المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي على فلاشه وينزلها بعد كده على الجروب يبقى كتر الف خير. هنلاقي فايدة الخطوط الششخان. انا عديت دلوقتي المقذوفات لانها عايزة شرح لسه شوية، لان كل مقذوف ليه السلاح الناري بتاعه. فبنسأل دلوقتي عن فايدة الخطوط الششخان. احنا قلنا انها موجودة في المسدسات وايه كمان؟ والبنادق وايه كمان؟ الطبانجة. لا كنت حزعل لو حضرتك معرفتش. تمام، المسدسات والبنادق والطبنجات، تمام، او المسدس الساقية زي ما بنقوله على الطبنجات. طيب ايه فايدة الخطوط الششخان؟ في حد قال من شوية فايدة، اتفضل. بتأثر على مسار الطلقة. طب المسار من ناحية المساحة المسافة يعني، ولا من ناحية المدى والقوة الاندفاع؟ المدى والقوة. تمام، الاندفاع بيدي قوة وبيدي مدى أبعد. تمام، هي فعلا خطوط الششخان أولا بتدينا مقاومة للجاذبية الأرضية والرياح، ده في حالة إن الإطلاق ضعيف شوية أو على مسافة بعيدة. فأنا لو في مكان في رياح شديدة جدا، لا قوة الإطلاق بتساعد معايا من خلال خطوط الششخان. خطوط الششخان دي بتخلي المقذوف يلف 3000 لفة في الثانية الواحدة. متخيلين يعني ايه 3000 لفة في الثانية الواحدة؟ ممكن يزيد ممكن يقل حسب المساحة ما بين كل خط ششخان وكل وخط تاني، ما بين كل بروز والتاني. كل المسافة ما كانت اضيق كل ما كان الاطلاق اقوى واقوى. تمام، قلنا ان احنا بتدينا سرعة قوية جدا وبتدينا مقاومة للرياح والجاذبية الارضية. تاني حاجة بتدي قوة اختراق عالية جدا زي ما قلنا ان احنا بتلف 3000 لفة في الثانية، فبتدينا قوة اعلى في الاختراق الجسم اللي قدامها. طبعا بيرجع لان انا مسافه الاطلاق قد ايه. طول المسافه زي ما قلنا برضو المدى بيدينا مسافه بعيده جدا. علامات المقذوف، علامات المقذوف ده عباره عن كل سلاح ما بيتضرب، وفي حاجه هنقولها كمان شويه عشان الاساتذه المحاميين لما بييجوا يطلبوا خبره بيطلبوا الطلب بتاعهم قدام الهيئه بطريقه ممكن تضيع منهم حاجات كتير جدا. دلوقتي انا المقذوف بتاعي لما بيتضرب بيبقى لو طول ما السلاح مششخن عليه علامات بتتقاس وبتتعرف اذا كان هو السلاح ده ولا لا. اغلب الاساتذه بتطلب ايه؟ بطلب ان مثل هذه الرصاصه تم اطلاقها من مثل هذا السلاح. هيجي لك ان تم اطلاقها من مثل هذا السلاح طبيعي، لكن مش هيجي لك اثبات ذاتيه السلاح ان هو ده السلاح نفسه اللي اطلق، هي نفس الطلقه دي بس مش سلاح تاني. لكن مثل هذا السلاح هو اتضرب من مثلا بندقيه اي نوع اي طراز من الانواع البنادق، ولكن مش هي الطلقه دي طالعه من السلاح ده. يعني الكلمه دي طلعت من هبه، لا هي الكلمه دي اتقالت بس ما طلعتش من هبه لوحدها او طلعت من هبه تانية، لا هو نفس الشخص ده اللي طلع الكلمه دي، هو نفس السلاح ده اللي طلع البندقيه دي، اللي طلع عفوا المقذوف ده. طب بيعمل هو اللي يركب على السلاح ده؟ لا يركب، هو الرصاصه دي تركب على السلاح ده تمام، لكن السلاح ده تحديدا هو اللي اغلق الرصاصه دي تحديدا برضه. يعني انا بضيق المساحه قوي. احنا النهارده احنا بندقق على العلامات اللي على الرصاصه، مش احنا اللي بندقق، احنا لما بنطلب اثبات ذاتيه السلاح. يعني ايه ذاتيه السلاح؟ ممكن نوضحها للهيئه لان ممكن تكون الهيئه مش اللفظ مثلا مش واصلها بالمعنى الصريح.
لكن احنا كمحامين لما بيكون في لفظ معين لازم نستغله بادق الطرق بكل المعنى، المعنى اللي هو زي ما بيقولوا الجامع المانع اللي ما فيش كده بعديه خلاص. فذاتيه السلاح يعني انا عايز الطلقه دي هي ضربت من السلاح بتاع الاستاذ هاني الاستاذ ايهاب مثلا، تمام؟ غير كده لا، اسلحه ثانيه استاذ محمد معاه نفس السلاح وممكن الرصاصه دي تركب عليه وتتضرب منه، تمام، بس مش هي دي اللي ضربت في مسرح الجريمه. حضرتك وصلت كده؟ تمام. الحاجه الثانيه بيعمل ده ازاي؟ خبراء التزييف والتزوير بيعملوا ده ازاي؟ بيجيبوا رصاص من نفس النوع وبيجيبوا اسلحه المشتبه فيها كام سلاح من نفس الطراز وبيضربوها يا اما في حاجه اسمها دولاب ميه هو اسمه كده عندهم، بحيث الطلقه ما تتاثرش باي عوامل خارجيه فتطلع نفس العلامات اللي موجوده من خطوط الشاشخان هي نفسها العلامات اللي هتكون موجوده على الرصاصه اللي بيعملوا عليها التست بتاعهم او الاختبار بتاعهم. احنا عندنا الاصليه موجوده مش هنلعب فيها، فتتحرز وتتشال، لكن بنجيب نفس نوع نفس نوع الرصاصه وبنجيب نفس الاسلحه المشتبه فيها من نفس النوع وبنضرب وبنشوف علامات الشيشخان زي بعضها ولا لا، تمام؟ او بتتضرب في حاجه زي كيس قطن عشان نوصل ان هي ما اتلمستش من اي عوامل خارجيه خالص، لا مثلا خبطت في رمله او خبطت في حاجه مسلحه فزودت خطوط جديده. طيب ما في سؤال حلو كده، ايه اللي يخلي السلاح البندقيه الف اللي نفس لون البندقيه باء الخطوط بتاعتها مختلفه؟ حلو، وتعتبر ان كل سلاح بصمة. ليه لكل سلاح بصمة؟ ما هو ده صنع الانسان مش صنع الخالق، الخالق عامل لكل حاجة بصمة. كل سلاح بصمة عشان نقدر نتعرف على اذا كان الطلقة دي او المصنع ده هو اللي بيطلع كل الاسلحة زي بعضها. صح؟ هو حتى نفس المصنع بيخرج الاسلحة هيعمل لكل سلاح بصمة بآلة بجهاز عشان يصنع بصمة مختلف. اكيد. طب ايه السبب؟ عدم ايه؟ عدد مرات الاستخدام. حلو جدا جدا، احسنت، برافو. حد عنده اجابة تانية؟ هو ده اجابة. اتفضل السلام. طيب الاجابة التانية ان مش دايما المعادن منقاة بنفس الدرجة، فدرجة نقاء المعدن المصنوع منه الماسورة بتاعة السلاح الناري بتختلف من سلاح لآخر. كمان لو بصينا الجهاز اللي أو الآلة اللي بتصنع السلاح الناري نفسها مع كتر استخدامها قلة الجودة بتاعتها أو الدقة بتاعتها بتقل شوية. يعني أنا مثلا لما بجيب حاجة ذهب هل وانا ببيعها بيبقى نفس الوزن اول ما اشتريتها؟ مش هنقول ان الصايغ بيخم، لا، هي اتاكلت من وانا في البيت بنظف، احتكيت بحاجه وانا بفتح بوابه بعمل حاجه ففعلا اتبرد شويه، فحلقها بتفرق في كام ملي. هي نفس الكلام، تخيل مصنع بيصنع اسلحه كتير جدا، فهل ده معناه ان كل سلاح يبقى مطابق للتاني؟ لا خالص، بيختلف. اتفضل. خربشت اضافت خدوش خفيفه فيها، صح كده؟ مش ده قصد حضرتك؟ هم يعملوا تيست يعرفوا فعلا هل ان هو الرصاصه دي طلعت من السلاح ده ولا لا. هيعرف ازاي؟ اتفضل استريح. هيعرف ازاي؟ احنا الاساس عندنا اللي بنقيم عليه الخطوط نفسها، علامات الخطوط نفسها. وكان في صوره بتوضح العلامات بتاعه الشيشخان على المقذوف، لو موجوده هتشوفوها دلوقتي. احنا لما بيقيم علامه الشيشخان على المقذوف بيقيم الخطوط الاساسيه، وبيكون وارد من الاقوال الموجوده ومن المحضر اللي موجود هل هي تم اطلاقها في مسرح جريمه فاضي فارغ ولا كان في عوامل خارجيه تانية، هل هم بيستخدموها او بيستخرجوها من الجثه مثلا تم خدشها بحاجه ولا اتشالت مثلا بآله حاده معينه او طلعوها مثلا بحاجه زي الملقاط الطبي او الحاجات دي ولا ما حدش خدشها، تمام؟ فكل دي حاجات بتتحط في الاعتبار، ولكن الاساس عندي علامه خط الشيشخان نفسه والمسافه ما بين كل خط والتاني وعمق كل خط والتاني، تمام؟ ده اللي بيكون اساس عندي في التقييم، لكن العوامل الخارجيه بيتم عمل حسابها فيما بعد. الصوره اللي انا بتكلم عليها دلوقتي اهي، تمام؟ دي شكل السلاح المشخن
والصوره المقذوف ده لو انتم شايفين فيه علامات خطوط شايفينها في المقذوف من تحت مش في الحته المدببه فوق، في المقذوف من تحت الجزء ده، ده خطوط هي نفس الخطوط دي، ده اللي بتوضحه الرسمه، دي علامه الخطوط الششخان على المقذوف، دي الجزء اللي طلع من الرصاصه بره خالص. وكان المفروض يكون معايا رصاص النهارده، كان المفروض هشرح عليه عملي بس والله ما افتكرت غير وانا جايه في المواصلات، فلو في نصيب تاني هعرضه عليكم ان شاء الله. دي العلامات اللي احنا قلنا عليها. حد ليه سؤال في الجزء ده؟ الجروح الناتجة عن الإطلاق الناري، احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت صح؟ تفضل. تاني كده؟ لو معين سلاح نفس الضرب مصحح الجريمة نفسه تمام، هيقدروا يحددوا ضرب مين بالظبط أو الموصوف منين بالظبط؟ اه من اتجاهات الجرح نفسها، الجرح بيبقى ليه علامات معينة وسحابات معينة بشكل معين، لو هي داخلة من فوق بتكون السحجة مايلة لتحت، بيكون الاتجاه والمسافة بتبان طبعا من الإصابة النارية، بيقدر يبين هي المسافة بتاعتها قد إيه، كل ده بيبان في خطوط في الرصاصة نفسها وفي الجرح نفسه. تمام، أول حاجة إحنا قلنا إن إحنا عندنا نوعين من الفتحات في الجروح النارية، فاكرينهم؟ ما بنذاكرش صح؟ مش فاكرين حتى؟ معلمتش في أي حاجة فيكم؟ حرام عليكم يا أولاد والله. ها شباب، فتحه دخول وفتحه، وقلنا ان ممكن يكون في دخول ومفيش، وقلنا ان ممكن يكون في فتحات دخول متعدده، حصل ولا ما حصلش؟ ساعه ما قلنا ان ممكن وانا ايديا كده هاخد رصاصه هنا فهتطلع من هنا وتدخل تاني في دراعي من تحت، وممكن تطلع يا ما تطلعش صح. نفس الكلام رجليا، لو انا رجليا عامله وضع الكرفساء مثلا واتضربت، ممكن الرصاصه تيجي في كذا منطقه، يبقى انا عندي رصاصه واحده ادتني كذا فتحه دخول. فتحه الدخول مميزاتها ايه؟ في الاطلاق الملامس احنا شفنا صور ليها قبل كده، الصوره دي اطلاق ملامس تمام، انا ده اطلاق الفوهه الماسوره موجوده وعامله احتراق هنا تمام. في صوره تانية اللي كان فيها الشكل النجمي ده برضو اطلاق ملامس جدا بقى، اللي هو الغاز بيعمل شكل نجمه لانه بيصطدم بعظام الجمجمه فبيفرقع زي ما قلنا انها بترشق مره واحده تمام. ده شكل الاطلاق بس كان من مسافه بعيده جدا، في الرصاصه اتحشرت ما اعرفش مش باين، ده دراع تقريبا اهو الرصاصه موجوده هنا ما طلعتش، فانا عندي فتحه دخول واحده وده هيكون سببها ان المسافه بعيده جدا في الاطلاق. احنا عندنا مميزات فتحه الدخول، بنلاقي في فقد في الانسجه قليل شويه ما بيبقاش كتير، ولكن في الخروج بنلاقي فقد الانسجه كتير جدا، بنلاقي علامات او مخرجات الاطلاق كلها موجوده في فتحه الدخول. زي ايه؟ هنلاقي ممكن هباب بارودي، ممكن نلاقي نمش بارودي، الحاجات دي هنلاقيها في فتحه الدخول بس مش هنلاقيها في فتحه الخروج. الرصاصه فقدت كل الحاجات اللي فيها والمخرجات الاطلاق كلها فقدتها في فتحه الدخول. بنلاقيها كمان عامله احتراق زي ما احنا شايفين هنا مكان فوهه السلاح، ودي في الغالب بتكون في حالات الانتحار والاطلاق الملامس جدا تمام. مع سخونه البارود وهو طالع واللهب البارود وهو طالع، ماسوره السلاح بتسخن جدا، فهي محطوطه كده في مكانها وهي سخنه، حديد سخن فعملت احتراق بارودي او هاله باروديه تمام. احنا قلنا كده ايه، بيبقى شكلها منتظم لكن فتحه الخروج مشرزمه، بيكون ما بين فتحه الدخول وفتحه الخروج ممر متهتك جدا، ممر الرصاصه من فتحه الدخول للخروج متهتك. طب الممر ده ممكن نلاقي فيه ايه؟ بارود غير محترق، ممكن نلاقي فيه هباب بارودي، ممكن نلاقي فيه نمش بارودي، كل ده حسب مسافه الاطلاق. أثر المسافة على قوة المقذوف عند الإطلاق الملامس، هنلاقي إن الإصابة هتكون جرح دائري منتظم، ده في حالة إن أنا السلاح بتاعي بمقذوف مششخن، هو مششخن مش مسقول مش رش بمعنى أصح،
لان في الرش هنلاقي شكل تاني. يعني لما بيكون ما بين 60 متر 60 سنتي عفوا ل 100 سنتي او اللي هو متر، هنلاقي ان الفتحه بتاعه الرش، الرش كله متجمع في جرح واحد، عرضه هيكون تقريبا ماكسيموم 2 متر 2 سنتي سوري معلش. يبقى احنا عندنا لما يكون الاطلاق اقل من متر، يبقى الفتحه او الجرح عندي هيكون ما يزيدش عن 2 متر. تمام كده؟ 2 سنتي وانا مركزه على المتر. تمام حلو جدا، يبقى 2 سنتي. لا انتوا كده مصحصحين. الاساتذه اللي ورا، الاستاذ اللي لابس بدله وباصص في الارض، ايوه حضرتك شايفني، اللي جنب حضرتك، ايوه حضرتك، اه ممكن حضرتك تفضل بس هسال حضرتك في حاجه. انواع الاسلحه ايه هي؟ لا اتفضل حضرتك ارتاح. انواع الاسلحه ايه هي؟ تمام. طيب بالنسبه للمسافه، هل ليها تاثير على الاطلاق ولا لا؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ لا انا بتكلم بقى عن الجرح نفسه. ماشي، حضرتك اتكلمت عن الخطوط الحلزونيه صح جدا، اللي هي اسمها شاشخنه او ما يذيب وبروزات، حلو جدا. طيب انا بتكلم عن يعني هي بتاثر ازاي على المسافه؟ هل لو المسافه بعيده هيكون شكل الجرح مختلف عن المسافه قريبه؟ طيب عندنا انواع الجروح ايه هي؟ الجروح الناريه، فتحه دخول وفتحه خروج. تمام اتفضل سريع. شكرا. احنا اتكلمنا عن الاطلاق الملامس، احنا قلنا بيكون لما بيكون الاطلاق ملامس جدا بتكون فتحه الدخول للجرح منتظمه، سواء في لما بيكون عندنا الاطلاق مكظوف ناري ومش رش او خرطوشه. الخرطوشه عباره عن رش جواها فبيطلع كله بس بيتجمع في فتحه واحده، زي بالظبط لما اكون برمي مثلا تمام شويه رز جوه الدقيق، تمام حاجه تقيله جوه حاجه خفيفه، فمع الصدمه بتاعتها حفرت مكانها بالظبط ومتجمعه. طب خلينا احدف من بعيد بقى، هتلاقيها اتجمع شويه وفي شويه اتنطوروا. طب ابعد خالص هتلاقيهم اتفردوا بشكل غربالي. ده اقرب مثل للاطلاق اللي هي الخرطوشه والرش بتاعها بيبقى عامل ازاي. تمام هنرجع تاني للمسافات، احنا قلنا من 60 سنتي ل 100 سنتي، احنا كده فتحه الدخول بتاعتنا بنلاقيها بالنسبه للخرطوش جرح واحد مشرزم، هو مش بيكون منتظم زي الاطلاق الناري، ولكن بيكون سمكه او المساحه بتاعته قطره بتكون 2 سنتي، ما بتزيدش عن 2 سنتي. طيب لو احنا زدنا بقى ل 2 متر بنلاقي ان الجرح بتاعنا بقى بالنسبه للرش بيكون في تجمع وبعض منه متفرد مش في مجموعه، بيبقى كل واحد دايف في ناحيه. تمام ده بعد ال 2 متر. طب بيكون الجرح نفسه قطره كام؟ احنا قلنا 2 متر، يبقى من 2 ل 4 هنضرب في نفس العدد تاني عشان نقدر نحفظها، يعني عشان ايه نربط الارقام ببعضها شويه. هنلاقي ان 2 سنتي الجرح على بعد 2 متر، الاطلاق على بعد 2 متر، هنلاقي ان الجرح من 2 سنتي ل 4 سنتي بيكون متجمع في مجموعه في المركز ومتنطور حواليه بقيه الرش. بالنسبه للاطلاق القريب اللي هو في المقذوف الناري، هنلاقي ان احنا بنلاقي جرح متهتك مقلوب الحواف للداخل، مش هنلاقي نمش بارودي بس مش هنلاقي علامه احتراق او الفوهه زي ما شفنا، مش هنلاقي الشكل النجمي خالص. تمام طيب هنزود المسافه شويه، احنا قلنا اخر حاجه كانت كام متر؟ طيب يبقى ندخل بعد كده من 4 متر، اكتر من 4 متر هنضاعف برضو الشكل، ولكن الشكل هيبقى عامل ازاي؟ كلها مجموعات متنطوره، ما عنديش مركز بقى للاطلاق هنا، كل حاجه في ناحيه، ولكن هتكون مساحه الاطلاق كلها احنا قلنا 4 هنضرب في نفسها يبقى 16 سنتي ممكن حيزها كلها. في صوره يا رب تكون موجوده دلوقتي هتشوفوها، احنا شفناها المره اللي فاتت لطفل لما كان اتضرب بخرطوش على مسافه بعيده، مفيش مركز للاصابه متنطوره في الجسم كله. احنا قلنا دي للاطلاق الملامس. الغاز البارودي بيتجمع عند الفوهه، تمام، وبيعمل شكل هلالي او شكل نجمي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. الصوره اللي تحت دي على مسافه بعد 3.5 سنتي، الجرح هو على بعد 3.5 متر
ولكن الجرح عاطي على 10 سنتي الإجمالي بتاعه. لو بصينا هنلاقي الحواف مقلوبة للداخل، عندنا كدمة أو سحجة هبابية أو برودية أهي، والجرح مقلوب للداخل. حد عارف دي فتحة دخول ولا خروج؟ دخول. مين اللي قال دخول؟ طب ممكن حضرتك تقولي لي مواصفات فتحة الدخول؟ المطلوب كان الدخول يعني الطلقه تبقى جايه كده تطلع كل حاجه في الفتحه نفسها، لانها لما هتدخل جوه يبقى اثر البارود في الاول، هو اتمسحت حاجه، مش هيبقى فيها اي حاجه، ممكن تبقى طلقه فاضيه تمام، كله في الجمجمه نفسها. تمام، هي مش فاضيه، هي المقذوف بيبقى زي ما هو، هي اتمسح كل الاثار، المخارج الاطلاق كلها اتمسحت في الممر اللي قلنا عليه، الممر ما بين فتحه الدخول والخروج. احسنت، برافو، اتفضل. دي صوره للنمش البارودي. هنا الاطلاق على بعد قد ايه؟ الاطلاق هنا بعد قد ايه يا شباب؟ هو اللي تحت ده اسمه نمش بارودي، زي النمش اللي بيطلع في البشره، ولكن ايه؟ اربعة متر. لو 16 ممكن الجرح ما يبقاش شكله كده خالص، ويبقى فيه تهتكات اكبر من كده. تمام، ده صوره النمش سوري عفوا الرش على مسافه اللي احنا قلنا على بعد 4 متر. انتوا شايفين هنا في مركز للاصابه؟ لا مفيش خالص، هي كلها متفرده، بيتقال عليها الجرح غربالي الشكل، شبه الغربال او شبه الحاجه اللي بتنزل من الغربال. 16 ايه؟ لا 16 سنتي على بعد 4 متر، احنا قلنا بنربع المسافه. عشان الثانيه دي مش كرتوش. تمام؟ هندخل تاني دلوقتي على الجزء اللي فاتنا من المحاضرة اللي فاتت اللي هي الجروح النارية. حد عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ بعد ما أخذنا الأسلحة النارية بأنواعها، وقلنا إن هي فيها مششخنة وغير مششخنة، وقلنا كمان إن هي فيها محلية الصنع، بالمناسبة إن محلية الصنع ملهاش أي قواعد للتصنيع خالص، لكن المششخنة والغير مششخنة بيبقى في اعتبارات معينة لخطوط الششخان وطول الماسورة و و و تمام، بيبقى ليها قواعد اساسيه. لكن محليه الصنع اللي بيتقال عليها معرفش هي لها اسم في ايوه فرد، هو بيبقى عباره عن ماسوره جايبينها من اي حته، ممكن تكون ماسوره ميه اصلا متركب عليها جهاز او جسم اليد دي مثلا، وبيبقى بيتصنع تتك من اي حاجه، مسمار مثلا، والحاجات دي كلها بتتجمع بدون اي قواعد او قيود معينه، وبتكون خطر جدا. عشان كده فرد خرطوش وفرد روسي، محل الصنع برضو، المحل الصنع هو ليه انواع، ايوه بس هو ده مش يعني هو ده اللي ممنوع التداول بتاعه، التاني لازم بيكون مراقب. ما هو ممنوع حضرتك، ما هو السلاح اللي هو اللي ما فيهوش رخصه ما هو برضو ممنوع. ما هو السلاح التاني يجوز ترخيصه، لكن أيوة محل الصنع لا يجوز ترخيصه. لا، محل الصنع ده هو اللي ماشي دلوقتي. طيب انا هسأل سؤال، اتفضل. محل الصنع يختلف عن الاسلحه خالص، ده يدوي، حاجه يدويه اسمه كده، سلاح يدوي. لا، ما هو من الناحيه القانونيه برضه مجرم، كاصابه بيتاخد بيه مجرم، بس ما بيعرفوش يوصلوا لاي علامات في الرصاص بتاعه او مجرم. في المقذوف بتاعه ملوش قاعده ثابته. في فرد خرطوش ده ايه؟ ماسوره يدويه وكعب، وواحد بيعمله حداد بيعمله عادي ويستعمل ويطلق عيار نارية، وفي سلاح تاني فرد روسي الصنع، عارفين الطلقة الروسي اللي هي 7.62 ماشي، بيستعملوا دي بقى، بيجيب ماسورة وبيعمل عليها الطلقة الروسي وماسورة، وفي نفس الوقت الكعب، وتشتغل عادي وتموت عادي جدا. يعني ده طلقة، ده اللي هي الايه، الأسلحة المحلية الصنع. اما الاسلحه الثانيه دي بقى، دي معروفه ومقننه وترخيص وكله، ومستورده من بره وحاجات كتير. هنتكلم دلوقتي عن مخلفات الاطلاق. حد عارف ايه مخلفات الاطلاق؟ موجود. اللي هيقول حاجه مولانا، اللي هيقول حاجه ماشي، اتفضلي يا استاذ. هتقول ايه؟ يا فاصل،
الرصاصة والرش واحد. الجاهز اللي كانت هنا النمج البارودي تمام. كل دي مخلفات الرصاصة إلى جانب يعني الجسم نفسه. المقذوف نفسه الرصاصة نفسها. شرط إن أنا أحدد الجسم مقذوف إيه؟ الفارق ده بيبقى في مسرح الجريمة الفارق تمام. النمش البارودي تمام. هو احنا خدنا حاجات كتير من البورد صح؟ لا ده تمام. لا حضرتك رجعتيها بس فعلا كتبتها. ده انت عليك علامة استفهام على فكرة. نرجع ما شاء الله يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله. نرجع تاني مخلفات الإطلاق. أول حاجة الرصاصة. الرصاصة قد تكون مقذوف وقد تكون رش تمام؟ ده بالنسبة إيه مع الأسلحة المششخنة قلنا؟ الرصاصة أو المقذوف. اتفضل. إيه الأسلحة المششخنة؟ الحمد لله على السلامة. الله العظيم إيه؟ بيسأل عن الفرق بين طب في حد من الأساتذة يجاوب الأستاذ؟ إيه عايز اتفضل. أنا عايز أجاوب. اتفضل. حضرتك بتكشف الورق؟ لا لا حضرتك حضرتك. الفرق بين الاسلحه المششخنه والغير مششخنه وضحه للاستاذ. الاسلحه المششخنه اللي هي بتبقى الممر بتاع الصوره بتاع السلاح نفسه بيبقى فيه حلقه ذريه، والغير مششخنه بتبقى الممر املس ما فيهوش حلقه. ايه فايده ده وايه فايده ده؟ اللي بيبقى فيها المششخنه اللي بيبقى فيها حلقه ذريه بتساعد في قوه وقت المخزون. اللي بتبقى املس دي بتبقى بلاد السم. احسنت برافو عليك تمام. الاستاذ وضح باختصار جدا. لو كنت موجود معانا بقى كنت من الاول، بس ممكن حضرتك تتابع المحاضره على قناه اليوتيوب بتاعه النقاط تمام. يبقى احنا قلنا الرصاصه بتكون يا اما رش يا اما بتكون رصاصه او مقذوف، ده في حاله المششخن والغير مششخن. عندنا حاجه اسمها الغاز المصاحب للاطلاق. انا عندي رصاصه، ايه اللي بيطلعها اصلا الرصاصه دي؟ هي موجوده وساكنه في السلاح ومفيش اي حاجه خالص. ايه اللي بيطلعها؟ الغاز البارودي. الغاز البارودي بيجي منين؟ طيب هو انا هقول حاجه بسرعه كده ما تشغلكوش قوي. لما بنضغط على الطارق بيجي التتك بيخبط في ثقب ال احيانا بتكون الابره لوحدها منفصله واحيانا بتكون متصله بالتتك تمام. بتيجي الابره الاطلاق بتخبط في كبسوله السلاح كبسوله الطلقه تمام. في كبسوله الطلقه انا مبسوطه ان انتوا مصحصحين بصراحه. اه امال ايه تمام. بتضرب بتخبط في كبسوله الطلقه. حاضر. الطلقه فبيبقى عندي حاجه اسمهم ثقبين اللهب بيعملوا بيوصلوا الشراره بتاعه الكبسوله للبارود اللي موجود في الطلقه. فبعد كده بيحصل البارود ده بيحترق بيطلع غاز بارودي فمختنق جوه الرصاصه. فبيجي بعد كده بيعمل ضغط شديد جدا عشان يطلع الرصاصه بتاعتنا بره، المقذوف بتاعنا خارج الرصاصه خالص، خارج الطلقه خالص. ايه ده كله بيحصل في عقل طبعا. ده العقل البشري، العقل البشري الجبار تمام. فهي ده الميكانيكا بتاعه المقذوف بتاعنا بس بسهوله وبسرعه. فعشان نعرف كل ده هقول لكم حاجه. في رصاصه بيشيلها غاز بيطلعها بره بتديني هباب بارودي واسودات بارودي ونمش بارودي كده المخلفات بتاعتنا. يبقى احنا عندنا رصاصه شالها غاز، الغاز طلعها بره طلعت لنا اللهب البارودي اللي هو النار، اللي بعد كده على مسافه بعيده طلع لي الهباب، بعد كده عمل نمش بارودي. النمش بارودي برده باختصار ده عباره عن البارودي اللي ما احترقش في داخل المقذوف نفسه فطلع فعلم على المكان اللي طلع فيه زي ما شفنا في الصوره من شويه. طيب هيساعدني ده في ايه؟ هل مخلفات الاطلاق ليها تاثير على ان انا اقدر اقيس المسافه بتاعت الاطلاق؟ طب ليه؟ ازاي؟ احنا شرحنا من شويه ان لو هي عندها 4 متر هتسيب اصلا نمش. تمام. كده كل حاجه بتحصل عرفنا من المسافه ان هي فعلا في نمش فهو في اطلاق اقل من 4 متر صح كده؟ تمام احسنت يا استاذه. طب في حاجه ثانيه؟ الهباب البارودي لو على مسافة قريبة، حضرتك تقدر تقول لي الهباب البارودي بنقيس المسافة بتاعته ازاي؟ حسب انتشاره من ناحية ايه؟ مسافة ما بين ايه وايه؟ ايوه انا حابة ان انتوا تفكروا مع بعض بس اللي عارف حاجة يرفع ايده. لا صبر عشان نفهم. التفكير حلو قوي. قول يا استاذ. يلا.
لا حد تاني بقى. ما هي اللي عايزه تقول. يلا استاذه يلا كانوا اي حد فيكم يقول يلا. يلا استاذ يلا يقول انت يا استاذه برده. مركز الخوف تبقى بتعمل علامه معينه ده في حاله الاطلاق الملابس صح كده تمام. لو على بعد اربعه متر ابعد شويه فبتعمل نمش من بعيد ولما تكون على بعد 16 متر تمام. اتفضلي يا استاذ احسنتي. في حاجه تانية انا بتكلم على مخلفات الاطلاق كلها هنلاقيها في الاطلاق الملابس ده في فتحه الدخول كلها مره واحده. طيب الغاز ده هل الغاز بيمشي مسافه معينه؟ بيبقى من فوق. احنا دايما بنقيس المسافه من فوقه السلاح تمام. الغاز ملوش مسافه محدده. ببدا اقيس من اول الهباب اللهب البارودي. اللهب البارودي بيمشي نص طول الماسوره بتاعه السلاح. يعني انا لو عندي السلاح بتاعي ماسورته متر يبقى السلاح هيمشي نص الماسوره يبقى هيمشي نص متر. اللهب هيمشي نص الماسوره يعني هيبقى يمشي نص متر لو الماسوره عندي متر. طيب بعد كده بعد اللهب هنلاقي الهباب. متخيلين انتوا لما بنيجي نولع حاجه او بنعمل مثلا قهوه فرفعناها شويه من على السبرتايه لو في ناس بتشتغل على السبرتايه لان دي بتعمل هي دي اللي بتعمل هباب. البوتاجازات دلوقتي ما عادش. فلو رفعنا شويه هنلاقي ان في هباب بيوصل على الكنكه اللي بنعمل فيها القهوه. نفس الكلام عشان احنا رفعنا بعدنا عن مصدر اللهب شويه فهنلاقي بقى عندي الهباب البارودي. طيب بيتقاس ازاي؟ متر نفس طول الماسوره بتاعه السلاح تاني. يعني الماسوره بتاعتي لو متر يبقى الهباب هنلاقيه موجود لحد متر. طب انا ما لقيتش هباب يبقى الاطلاق اقل اكتر من متر اكتر من متر. طيب بعد الماسوره متر وما لقيتش عندي برضو اللهب البارودي ده معناها اللهب ده بيعمل الاحتراق اللي احنا قلنا عليه من شويه معناها ان المسافه اكتر من نص متر. بقيس دايما يا جماعه ملهاش علاقه بماده ايد اللي بيضرب هي لها علاقه بفوهه السلاح. يعني انا ما اجيش يقول لي اصله كان مدد ايده. كان مدد ايده ده انا هحسب بقى فوهه السلاح فين. ايده بتضرب فوهه السلاح مثلا من مبنى عليه تاني كده. يعني ايده دي ممكن تضرب فوهه السلاح من مبنى عليه يبقى احنا برضه هنسمع على فوهه السلاح. احنا الفيصل عندنا فوهه السلاح تمام. اتفضل يا استاذ. بنيجي اخر حاجه. اتفضل. ده اللي هو الرشاش صح؟ لا الالي. الالي اللي هي 762 تمام. انا ما دخلتش الجيش فمن حته اسم السلاح بتاع الجيش ما اعرفوش. فهو حسب نوع السلاح نفسه تمام وحسب هل هو فعلا الالي ولا نص الي. وهنتكلم عن الالي ونص الي دلوقتي. بس الاستاذ بيتكلم على اقصى مدى بيوصل ليه المقصود. ما هو حسب نوع السلاح برضو بتفرق. طبعا حسب طول حسب طول الماسوره. انا ما اتكلمش عن الرصاصه خالص صح. انا بتكلم عن الهباب البارودي والنمش البارودي والغاز البارودي عفوا الاسوداد البارودي اللي هو الهباب البارودي. النمش بيمشي 3 امثال طول الماسوره. الماسوره متر هلاقي النمش ده لحد 3 متر من طول الماسوره. طيب مفيش نمش يبقى انا الاطلاق بعيد. وفي الغالب المقذوف ما بيستقر في الجسم ما بيبقاش فيه فتحه خروج في حاله الاطلاق البعيد الاكتر من متر. وبرده يرجع لحسب نوع السلاح زي الاستاذ متفضل وقال من شويه. احنا اتكلمنا عن مواصفات الجروح الناريه من شويه بس هنسردهم تاني بسرعه. وجود فتحه دخول وفتحه خروج بينهم ممر متهتك. وجود فقد جوهري في الجلد ده فتحة الدخول. بنلاقي ان في فقد كبير جدا. الرصاصة خبطت في الجلد فخدته دخلت بيه جوه تمام. لكن في الخروج بيبقى الفقد ضعيف شوية او اقل مساحة شوية. هنلاقي فتحة دخول وممكن ما نلاقيش خروج. قلنا زي اللي بتدخل من اما فتحات الجسم الاصلية الاساسية يعني زي الفم زي الاذن زي فتحة الشرج وهكذا تمام. جميع مخلفات الاطلاق بنلاقيها دايما في فتحه الدخول. وممكن بيبقى في حاجه اسمها مسحه باروديه بتبقى موجوده داخل فتحه الدخول. الاهميه الطبيه الشرعيه لمخلفات البارود. هستفاد ايه من مخلفات البارود اللي موجود عندي في الاصابات الناريه؟ اول حاجه المدى تمام. مدى الاطلاق اول حاجه خالص ان احنا عندنا اصابه ناريه. يعني احنا عندنا سلاح ناري
ممكن اعرف من مخلفات البارود نوع السلاح، ممكن من مخلفات الاطلاق، ممكن من الرصاصه، ممكن من نوع البارود اللي متاخد منه مسحه من فتحه الدخول اعرف البارود ده نوعه ايه وبيمشي مع سلاح ايه، لان احنا عندنا بارود عديم اللون، في عندنا بارود اخضر، في كذا نوع من انواع البارود. تمام. التمييز من فتحه الدخول والخروج طبعا احنا اتكلمنا فيها من شويه، وتحديد مسافه الاطلاق، بنتعرف على نوع الواقعه، هل جنائيه ولا عرضيه ولا انتحاريه. طيب حد يعرف بلاقي ايه في الجنائيه وايه في ال، سيبوا العرضيه دلوقتي على جنب، ايه اللي في الجنائيه وايه في الانتحاريه؟ اللي عارف حاجه يرفع ايده عشان احنا عايزين نجمع معلومات مننا كلنا، عايزين نفكر مع بعض. الاساتذه اللي ورا، في حد عنده اي اجابه في اللي احنا بنقوله دلوقتي؟ اعرف ازاي اذا كان الاطلاق ده او الاصابه الناريه دي جنائيه ولا انتحاريه؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اتفضل. لا حضرتك. لا حضرتك اتفضل. علامه الجرح. تمام. ازاي؟ اذا كانت مثلا هنا في علامه الورود هنا متركزه والفتحه متهتكه او الكلام ده كله، ممكن تبقى الاصابه هنا قريبه، لكن اذا كان جنائيه ممكن تكون المسافه ابعد من 4 متر، وممكن تكون المسافه اقل من 3. حلو جدا. قصدي حضرتك ان المسافة الإطلاق بعرف إذا كان حجم الفتحة إيه، فبالتالي هل هو قريب ولا ملامس. تمام، برافو، أحسنت حضرتك. في حد عنده إجابة تانية؟ يعني إحنا كده قلنا إن شكل الجرح هيقول لنا إذا كان انتحارية ولا جنائية. اتفضل في زميل هيجاوب. متعلي صوتك شوية يا أستاذ، عايزين نسمع. اتفضل يا أستاذ. ممكن انا مثلا قدامي مثلا شخص مثلا وانا هقتله، يعني المسافه هتبقى قريبه جدا، شخص مثلا هو عشان انتحاري فاي مثلا هو. ما هو الاستاذ قاله ده غالبا في انتحاريه وجنائيه، يعني ممكن يكون قريب منه جدا. تمام، بس هنعرف من حاجات تانية من مسرح الجريمه اذا كانت الجنائيه ولا انتحاريه. كده يا فندم برضه البصمات اللي على السلاح مثلا بتاثر، مثلا لو بصمات مثلا المجني عليه، لو بصماته هو اللي على السلاح هتبقى. تمام، ولو العكس وموت الراجل ورحت تمسكوا السلاح. حلو، شكرا. هنتكلم فيها برضو. اتفضل. اتجاه الجرح، اتجاه الجرح، يعني مثلا لو اتجاه الجرح انا ماسك مسدس وهنتحر يعني فهضرب عمودي. قصدي عمودي. حلو. لكن مثلا لو حد ضارب عليا بيبقى الاتجاه بتاعه مختلف، مسترك يعني مستقيم كده. تمام. لا ما انا هثبتك دلوقتي بسلاح احطه لك كده، ما هي هي. طب هو اتجاه الجرح في حاجه ثانيه، بلاش نعلي صوتنا يا جماعه. بقول لك ايه يا ست، طب ما هو في متهم بيبقى عنده ثقه غير عاديه في انه يقتل ومحدش يعرف يقول دي ايه خالص، قناص ويقول لك ايه، يقول لك ده انتحار. لا لا لا، في كده كتير يعني، خلي بالك. لك هو عمليه الانتحار دي، عمليه الانتحار دي يعني لازم تيجي عن طريق البحث والتحريات وكذا. هو الاتجاه، عشان برضو ما ضيعش الفرصة على حضرتك، الاتجاه ده اتفضل استريح الاول، في متناول الايد دايما في الانتحار غالبا، هو دايما في الانتحار في متناول الايد، في الجنائي هل ممكن يكون في متناول الايد؟ اه ممكن، بس في حاجات بتجمع في الجنائي على بعضها لازم تتجمع مع بعضها. اتفضل يا استاذنا. برافو. تمام. في الحالات الجنائيه في الغالب ممكن يكون السلاح. اه تم اخفاءه. تمام، برافو. حد من البنات يا جماعه، حد من الاساتذه المحاميات، اتفضلي. في حاله الانتحار بتكون ممكن يكون مزبزب ان هو عايز اللي هو القتل، وفي نفس الوقت اللي هو التراب. هي دي في الجروح الافتعاليه، الجروح العاديه القطعيه والكلام ده، لكن في انت كده كده لو الواحد مقرر ينتحر فهيضرب بالرصاص فخلص، مفيش تردد فيه، ما بيبانش فيه، بس ممكن نقول ان في حاجه اسمها تيبس رمي. اتفضل استريح. الاستاذه دخلتنا في حته التيبس الرمي، بمعنى ان انا لما بنتحر وبضرب بالسلاح فانا بفضل قابض على السلاح، فانا عندي دلوقتي تيبس رمي ماسك السلاح بتاعي. طيب هلاقي التيبس الرمي في الجنائي؟ حلقيه، بس ممكن يكون ماسك ملابس الجاني، او ماسك خصله من شعر الجاني، ماسك حاجه تخص الجاني. تمام، ففي هنا تيبس رمي وفي هنا تيبس رمي، ولكن في فرق ما بين الاثنين.
هنا همسك السلاح بتاعي قوي وهنا مش همسكه. تمام. طيب في حاجات تانية في الجنائي اتفضل. ممكن مصلحة الجريمة نفسه، مصلحة الجريمة نفسه ممكن يكون الحالة الانتحارية مرتبة. حلو قوي. واحد على السرير وراح ضرب نفسه خلاص، هو ده الغرفة مرتبة. تمام. لكن لو حاجة جنائية بنلاقي في تكسير بعصرة شديدة في مسرح الجريمة. برافو، أحسنت. فرق السماء من الأرض. تمام. الأستاذ اللي كان عايز يقول حاجة. اللي الأستاذ هناك ورا. حضرتك كنت عايز تقول حاجة؟ اتفضل. رد الفعل بتاع السلاح نفسه ممكن يؤثر على اليد. علامات على اليد، صح كده؟ تمام، برافو. هتوصلنا لنقطة تانية اللي هي ان انا هلاقي مخلفات البارود على يد اللي قام بالاطلاق، فلو هو المجنى عليه فهيبقى انتحاري، طب لو هو مش المجنى عليه هيبقى الجاني على ايد الجاني، البارود على ايد الجاني طبعا ممكن تكون مش موجودة، طالما مش على ايد المجنى عليه يبقى ده مش انتحاري خالص، فبستبعد هنا ان هو انتحاري. تمام. دي تعتبر اغلب مواصفات الفرق ما بين الانتحاري والعرضي. طيب والجنائي عفوا، العرضي، العرضي ده ممكن نلاقيه مثلا، هو عامه في الجنائي كمان بيكون في دافع الانتقام والعنف، او في مثلا مكيده متدبره، في الجنائي بيكون في مشاكل نفسيه زي ما قلنا المره اللي فاتت واقتصاديه. انتحاري. انا قلت ايه؟ طيب ثاني ماشي، هو انا بختبر ذكائكم يا جماعه، بختبر تركيزكم معايا. تمام. بالنسبه للعرض هنلاقيه دايما حاجه مش مقصوده، السلاح ممكن يكون فيه حاجه بايظه، ممكن يكون مثلا في فرح معين بينظف السلاح، مثلا في فرح فجت اطلاق عرضي فاصاب حد من المجنى عليه مثلا. دايما بنلاقي في الجنائي الجنس مش محدد، يعني الدافع الجنائي عندي ممكن يكون انثى او ذكر، طفل او كبير او حد بالغ، ولكن في الغالب بيبقى كبير. تمام. في الانتحاري دايما بنلاقيه ان هو ذكر بالغ، ده اللي بيجي له الجرأة ان هو يضرب نفسه بالرصاص. تمام. بالنسبه للعرضي هنلاقيه بقى طفل كبير مش فارق. هل بنلاقي في الجنائي علامه في الملابس؟ بنلاقي علامه في الملابس في الجنائي، لان الراجل اللي اتقتل ما بيتغيرلوش ملابسه. تمام. في الانتحاري بنلاقي برضو علامه في الملابس بتاعته. في العرضي لا، ممكن ما نلاقيش، الولد انضرب فراحوا مغيرين له لبسه بسرعه وطلعوا بيه على المستشفى. تمام. ففي بعض العلامات، دايما الانتحاري بيحصل في مكان الخاص بالمجني عليه، في بيته مثلا. الجنائي ممكن يكون في اي مكان، سواء في العمل، في الطريق، في مكان عام، اي مكان. تمام. او في منزله برضو. بالنسبه للعرضي لا، احنا ممكن نلاقيه مثلا في فرح، ممكن نلاقيه في البيت، حد بيعمل السلاح فعلا بتاعه بينظفه. احيانا في العرضي بلاقي ان السلاح بتاعي فيه عطل او فيه مشكله، بس لكن في الجنائي والانتحاري دايما السلاح بيكون سليم. اتمنى اكون لخصت الفرق ما بين الانتحاري والعرضي والجنائي. اتفضل. طبعا هو احنا دايما مش من الجرح نفسه، مش من الجرح، احنا اتكلمنا في ظروف شامله على بعضها. لا، واحد واحد برضه عشان كده حضرتك ان ممكن مسرح الجريمه يكون مبعصر والحاله جنائيه. لا، انا بتكلم في الناحيه العرضيه والناحيه الجنائيه، ان من خلال مثلا في الفرع ممكن تكون جنائيه برضه، ممكن في خلافات. ما هو في بقى اقوال شهود وفي محضر كامل، احنا ده احنا بنتكلم عن جزء خاص بالدليل الفني بس، لكن لما نيجي نتكلم عن الواقع بندرسها من كل حاجه. اكيد طبعا. اتفضل. الجنائيه والعرضيه بيضعنا قدام اشكاليه الجريمه المنصفه. احيانا بيكون في مسرح جريمه منصفه اللي هو الناس بيتهيأ على ان دي تتصنف انتحار، وبتعيد القضيه كده فعلا. احيانا في مصر شهدنا قصص زي كده، اللي هي حادثه التجمع اللي ماتت فيها اسره كامله وقالوا ان هم اللي هو الاب والاولاد، صح؟ والزوج. تمام. هو احيانا بتكون الدنيا فعلا زي ما حضرتك بتقول منظمه جدا، ولكن دي بواعث بالنسبه لنا احنا ممكن نمشي عليها وناخد بخطاها عشان نقدر نوصل لحاجه. ما انا مش ممكن هلاقي مثلا حاجه علامات زي دي وهسيبها او اتغفل عنها، لا، انا هاخدها بموضع الاعتبار وهدرسها وفنتها، كل علامه بنفسها، كل علامه لوحدها هتفيدني ان انا اوصل او ابدا خطوه جديده او امسك بدايه خيط على الاقل. تمام. بعد كده دي العلامات اللي احنا قلنا عليها من شويه، كان بالنسبه للرش ده بالنسبه للطفل اللي احنا قلنا عليه على بعد 4 متر، فهنلاقي الجرح واصل ل 16 سم.
صح كده؟ دي الاشعه بتاعه الولد على فكره اللي في النص اللي هي دي، دي صوره الاشعه الاكس راي بتاعته. ده نفس الكلام برضو، حد مضروب برش معمول بشكل غربال اهو بس ملوش مركز. تمام، احنا اتكلمنا عن الصوره دي قبل كده وقلنا بتهيألي او بتديني شكل المقذوف وهو داخل الجسم، فهو ده بيبقى التهتك اللي احنا بنقول عليه في الممر. الممر ده اللي هو من الثلاث سجائر ورا بعض. في السجارة الأولى المقذوف داخل بقوة فما عملش أي تهتك خارجي. التهتك دايما بيبقى لبره ويكون بشكل قمع الشكل، يعني داخل لجوه. تمام، ده بيعمل ده بيكون في العظام. التبغ اللي طاير ده اللي هو التهتك اللي بيتم داخل الممر. والرصاصة معدية بتخبط في الممر فبتسيب مساحات برودية وبتعمل سحجة في الدخلة لو هي قريبة عشان المقذوف يبقى لسه سخن فبيعمل سحجات زي محترقة. تمام، دي فتح الدخول وفتح الخروج اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. لو انتوا شايفين هنا الفتحة صغيرة ومنتظمة الشكل ومقلوبة للداخل. هنا العظام زي متهتكه جدا اللي هي نقدر نقول لها انفجرت لبره يعني. تمام، هي عامله اللي هي في فرافيت كمان. اتفضل، حد بيقول حاجه؟ تمام، فتحه الخروج كبيره شويه، فتحه الدخول صغيره. عندنا هنا في فقد في الجلد، في حته كبيره مفقوده في الجلد، في هنا اكبر بس ده بسبب ان في عظام. لو مش عظام ممكن توصل ان هي قطع صغير جدا في الجلد، لو منطقه لينه مش فيها ما فيهاش عظام. دي برضو فتحه دخول وفتحه خروج. ودي هنا الاطلاق الملامس او المماس على بالظبط على البشره او على الجلد. فهي في عندنا هنا فوهه السلاح معلمه عامله احتراق بارودي.